بحضور الشيخة عائشة خالد القاسمي مديرة سجايا فتيات الشارقة وسعادة اللواء سيف الزري القائد العام لشرطة الشارقة وعدد من المسؤولين ومنتسبات المؤسسة. اختارت سجايا فتيات الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين سعادة خالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة الشخصية المعطاء لعام 2018-2019 تكريما لمساهمته في دعم ورعاية العديد من الفعاليات والأنشطة المشتركة التي نظمتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالتعاون مع سجايا. قبل عامين بدأنا الزرع في حديقتنا ورأيناكم تزدهرون في أرجائها، وحين تأملنا الحصاد جنينا منه عطاءكم، فما أجمل أن نزرع معكم المواهب لنحصد قطاف النجاح. ولأن للعطاء شركاء دعوناكم لهذا اللقاء لنقول شكرا لكم، أنتم السند. نحن طموحنا أكبر أن في المستقبل القريب إن شاء الله نحقق إنجازات حسب اتفاقنا وحسب مرئياتنا وأهدافنا يعني مشتركة، أن نحقق أهداف إن شاء الله تخدم أبنائنا وبناتنا ونشوف هذه الأجيال الواعدة نشوفهم في أعلى إن شاء الله المراكز والمناصب في إمارة الشارقة، ونشوفهم كذلك ناجحين في أي كان يعني عملهم، إن كان في القطاع الخاص أو شركاتهم الصغيرة والمتوسطة أو شركاتهم الكبيرة أو الحكومة.